بداية نجدد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن بعد إذنك. دعني أوضح نعم نقطة صراحة، لماذا أصريت على التأصيل الشرعي لفترة الخطبة؟ لأن هذا اللي بيبين لي شن هو الصح وشن هو الخطأ في فترة الخطبة، لا شك وشن هو الخلل اللي صار عندي في المجتمع هنا في ليبيا. أصبحنا نرى أم وجدة تجلس في فترة مثلا في النظرة الشرعية، لأنها صراحة في إعلان صريح إن الحكم عندي، لازم هي بنظرتها الشرعية قبل ابن بنتها. هنا دخلوا في مخالفة شرعية، الخاطب يحق له أو يجوز له رؤية من ينوي زواجها، لكن أنت يا أم ما زلتي غريبة عليه، ما محلك ما من زلت. الإعراب؟ والله عندنا حالات الأم والجدة جلسات، أو الأم لأن الفتاة تستحي من الأب وتستحي من الأخ وغيرها. صراحة في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. عندي بلية تانية هنا في المجتمع قبل أن أنتقل إلى طول الفترة أو قصرها. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا وأنارنا وأنار الدرب في ماذا؟ أمرنا بإخفاء وإسرار الخطوبة وإعلان النكاح، وأن الفرق ما بين السفاح والنكاح هو الإشهار. نعم ما جدوى ذلك أستاذة؟ جدوى ذلك عفوا جدوى الشرعية. نعم الحكمة، يعني الحكمة من ذلك، من إخفاء نعم فترة الخطوبة نعم وعدم إعلانها. الآن ما شاء الله احتفاء بهذه الفترة وهلولة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخفوها وسروها. احنا اسمع البيان، بيان ان هو بيان هذا الامر. واحده من الاشياء العظيمه، عفوا انا ابتداء خلي نقولها لكم صراحه، انا ضد قصه تعارف ما تعارف صراحه من الواقع اللي انا عايشاته، او من المشاكل لما نقول الواقع من واقع الاستشارات الاسريه ومشاكل الناس التي تاتيني. قصة التعارف هذه حنفصل فيها لعل أن الفتاة عفوا أستاذة إيمان، الآن بعض الشباب يعني يذهب لبعض الأسر فيخرج له الفتاة أقل من دقيقة ولا يسمح له لا أن يتواصل معها عن طريق الهاتف ولا أن يأتي إلى بيتهم، ولما يتزوج يحصل، يعني حتى الشباب عندهم الحق بصراحة. وينهم؟ معليش سامحني أستاذ الفيتوري، خلي باللي بنصرح. موجود وينهم موجود الآن في بعض المناطق في ليبيا، موجود الشيء هذا ما زال الحمد لله. التنطع، بارك الله فيك، التنطع لا إلى أقصى اليمين لا ولا إلى أقصى الشمال لا، اللي بيضيقوا عليه الخناق لسبب ما صراحة أرض الله واسعة، أرض الله واسع، ليس ملزم الإنسان أي شيء يثير الريبة في النفس فليغادر. إذا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ووجه الصحابي، وجه الصحابي انظر إليها، ولما جاء صحابي قال تزوجت طيب يا رسول الله، قال له هل بكر؟ لأن هو كان بكر، وعندنا فيه تفصيل لعله ليس في هذه الحلقة. نعم. إذا ما الحكمة أو من التوجيه النبوي بأخف الخطبة؟ لأنه مثلا عندنا هنا لو العديد حتى من الشباب والشابات يقول لك لا احنا ما تعرف لا انا ما نبيهش نتزوج بالمثل البغيض اللي انا صراحه ما نعرفش من الحقود اللي طلعه، لا ما نبوش ناخذوها قطوس في شكاره، هو عاده حتى القطاطيس ما يشوش فيهم في شكاير الله يعزكم او في كيس. يعني ابدلنا المشرع الحكيم بصلاه الاستخاره. يا فتاه والله لو قعدت تتكلمي فيه 100 سنه بدل العام اثنين ماك مكتشفه حقيقته لن تتزوجيه، وهي حتى الزوجه كل يوم سبحان الله تكتشف اشياء في زوجها. الفتاه مش تعرف الشاب، الرجال يعرفوا معادن الرجال، اللي نعم. يقول لك والدك هذا صالح هذا صالح، اللي يقول لك اخيك هذا صالح هذا صالح. احد الصالحين عندما تقدم اليه شاب لخطبه ابنته لم يذهب الى المساجد للسؤال عنه، ولم يذهب الى الصالحين للسؤال عنه. تعرفوا وين مشى اخواني اخواتي؟ ذهب إلى تلة المفسدين، قال لهم تعرفوا فلان؟ يقولوا له لا والله للأسف ما نعرفوش. اطمئن إنه ليس من رفاق السوء، إذا هو في طريق الصواب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجه إلى إخفاء الخطبة، لأن لو الخطبة هذه فسخت أو إنه لأمر ما لم يحدث الارتياح، الارتياح يكون بالاستخارة، الارتياح عندما نستجير بعلام الغيوب. نعم. اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي، لا ليه يحدث ارتياح في النفوس؟
وتفسخ، تفسخ بهدوء، تفسخ بدون تصوير يا بنياتنا. تمشي عندها في مكياج وكذا وبيان وقصان تورطة، العادات متاع النصارى. نعم. وماشية لأن خطيبها، خطيبك من يكون؟ خطيبك إنسان أجنبي لا تحلين له ولا يحل لك. كم من مآسي وعائلات وبيوت شوهت السمعة وراء الصور وراء هذه الأشياء. إذا الحكمة النبوية بالغة، رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عندما أمر بإعلان الزواج، وممنوع عندنا شرع عن الزواج السري أو الزواج بالكتمان، هذا لا يوجد، لا يجوز شرعا. إذا هنا لحكمة، إذا الخطبة لعل من الحسد، لعل من عدة أشياء. إذا تقدم شاب إلى شابة، إذا نعم. لما يجوا يخطبوني نقولهم لا والله بنتي مخطوبة بارك الله فيكم، وهذا يجيبوا معاه شهود أو ما يعرف عندنا في الفضانية التي قلبت رأسا على عقب. نعم، سنأتي على هذا أستاذة.